قبل ما اطلع لفاصل، ماتش العوده ان شاء الله زي النهارده التلات اللي جاي على استاد القاهره الدولي، وكلنا عارفين شرط اساسي من شركه الدوري الافريقي اللي بتنظم مساله اقامه المباريات ان باذن الله ان شاء الله كل الملاعب الحضور الجماهيري فيها هيبقى بنسبه كبيره جدا. مباراه الافتتاح بحضور 60,000، لقاء العوده باذن الله يمكن طلبات الشركه الايطاليه من اتحاد الكوره، وده خطاب اتبعت من حوالي اسبوعين ثلاثه لاتحاد الكوره موجه للسيد وليد العطار المدير التنفيذي بحضور الساعه الكامله في مباراه الاهلي على استاد القاهره. لقاء العوده امام سيمبا يوم 24 اكتوبر، لقاء العوده امام الفائز من سان داونز وبتر اتلتيكو يوم 1 نوفمبر، والمباراه النهائيه ان شاء الله في حاله تاهل يوم 11 نوفمبر. معلوماتي ان في اجتماع حاليا بخصوص الاجراءات والترتيبات الخاصه بمباراه الثلاثاء المقبل، الحضور الجماهيري، فتح ابواب الاستاد، وصول الفريقين، كل الترتيبات الخاصه في اقامه لقاء الاهلي وسيمبا على استاد القاهره يوم الثلاثاء المقبل. الاجتماع بيشهد حضور مسؤولين من اتحاد الكره، مسؤولين في النادي الاهلي، مسؤولين في استاد القاهره الدولي، وكمان الجهات الامنيه لبحث كل التفاصيل المتعلقه بهذه المباراه اللي فيها نقطه جديده شويه علينا. الماتش هيتلعب في وسط الاسبوع الساعه 5 في بطوله افريقيه، وده ما حصلش منذ سنوات طويله، فبالتاكيد ليها ترتيبات وليها اجراءات اكيد ان شاء الله بعد الاجتماع، خلال الاجتماع لما يخلص تطلع عليه نتائج بكره او بعده نقدر نبلغ حضراتكم بكل التفاصيل. ولكن ان شاء الله بدا من اليوم الاجتماعات والترتيبات الخاصه بمباراه العوده يوم الثلاثاء المقبل. كمان نقطه ثانيه مهمه ليها علاقه بقى بالتذاكر، هتطرح امتى سعه التذاكر او عدد الجماهير اللي هتحضر المباراه الرسميه، العدد الرسمي اللي هيتفق عليه، كل ده هيتحدد اكيد بعد اجتماع النهارده عشان نعرف يوم الثلاثاء المقبل كل الاجراءات المتعلقه بحضور الجماهير وحضور كبار الضيوف وكبار الشخصيات. خدوا بالكم على فكره في مباراه الدوري الافريقي الشركه الايطاليه لها نسبه معينه من التذاكر في درجات مختلفه، ابرزهم الفي اي بي والفي في اي بي. يعني هديكم على سبيل المثال ماتش الافتتاح يوم الجمعه اللي جايه في تنزانيا، ابرز الحضور من رجال الفيفا ارسن فينجر المدرب الفرنسي الشهير اللي كان بيتولى ارسنال في عديد من البطولات وسنوات عديده جدا، هيكون على راس الحاضرين لمباراه افتتاح الدوري الافريقي في توجيه دعوه لعدد من نجوم الكره العالميه من خلال الاتحاد الدولي. فهنشوف نجوم الكره الاوروبيه والعالميه هيحضروا مباريات الدوري الافريقي، مش ماتش الافتتاح بس، ماتش الافتتاح وباقي مباريات البطوله. عشان كده في ترتيبات كبيره جدا ومهمه جدا، وشكل استاد القاهره يوم الثلاثاء المقبل على فكره هتلاقوا فيه شكل مختلف، سواء في وضع البنرات والاعلانات الاي اف ال الدوري الافريقي، شكل ماسوره الاعلام، مدخل وماسوره الفي اي بي والفي في اي بي، اللون الاحمر للكراسي اللي هتكون موجوده في الماسوره الاماميه هيدي شكل مختلف، لان الشركه عايزه توضح ان ده استاد النادي الاهلي اثناء مباريات الدوري الافريقي. فده اجتماع وتفاصيل كان لازم اتكلم عليها النهارده قبل ما تطلع نتائجها عشان نقول لحضراتكم ايه اللي بيتم لماتش الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله الثلاثاء اللي جاي في الدوري الافريقي، مباراه الاياب مع سيمبا التنزاني.